استر يا رب. ايه خير؟ طمني يا ابني. للاسف هتحجز النهارده وبكره هيتعرض على النيابه. طيب في ادله ضده يا كمال؟ لقوا ريهام مقتوله في شقته ومتهمين ان هو اللي قتلها، مع انه مصمم ان هي موتت نفسها. وهو ده اللي حصل اكيد. بس بيني وبينك يا بنت مجنونه وممكن تعمل اي حاجه. تقرير المعمل الجنائي بيثبت ان بصماتك موجوده على السكينه اللي اتقتلت بيها المجني عليها. انا زي ما شرحت لحضرتك. يعني المجني عليها كانت جايبه السكينه معاها. بالظبط يا فندم. يعني انت عايز تقنعني يا زياد ان المجني عليها موتت نفسها عشان انت مش عايز ترجع لها؟ ريهام يا فندم في الفتره الاخيره ما كانتش طبيعيه، ولو مباحث نزلت عملت تحريات عنها هتثبت ان هي في الفتره الاخيره دي كانت تصرفاتها كلها غريبه جدا. بس مش لدرجه ان هي تقتل نفسها يا متر، خلينا اكون واضح معاك. كل الكلام اللي زياد بيقوله ده من غير دليل ولا لاي لازمه. مفيش أي فيديو، مفيش أي شاهد على الواقع يثبت الكلام ده. معاك أي حاجة تثبت ده كلام موكلك؟ لا يا فندم بس مفيش بس يا مترو، أنت أكتر واحد عارف كده. بصمات موكلك موجودة على السكينة اللي اتقتلت بيها المجني عليها. ده غير طبعًا الكلام اللي بيقوله ده مفيش أي حد هيصدقه. أنا مضطر أجدد له 4 أيام على زمن التحقيق لحد ما يوصل تقرير تشريح الجثة.